السياق ده بحكم خبرتك وانت لعيب كبير في الزمالك ومنتخب مصر، مباراة نهائي افريقيا اللي كانت اللي انت بتتكلم عنها ان هم كسبونا ضربات جزاء، هل تؤثر على معنويات لاعبي مصر في هذه المباراة ولا الموضوع ده اتنسى تماما والراجل برضو ممكن يكون اعد اللعيبة نفسيا بشكل جيد؟ لا هو مهم جدا اول الاعداد النفسي، بصراحة يعني لا بس مهم جدا الاعداد النفسي اللي عمله الراجل، واي مدرب صح بيعمل اعداد نفسي في المباريات اللي زي دي لازم يكون هناك اعداد نفسي جيد للمباريات اللي زي دي. انا ما اعتقدش ان احنا هنقول مثلا احنا هناخد بطارنا والكلام ده، وطبعا ما كسبناش، بقول لك ما جابوش جول ولا اتنين، ده كسبوك بضربات ايوه ما انا الجزاء. عارف كل الماتشات كانت ضربات جزاء انا لحتى لا اللي احنا عايز اقول ان كسبناها دي يعني. بطولة ودي بطولة، بس دي الاهم، دي الاهم عند لعبتنا، دي اللي هتعمل لهم اسم كبير وتاريخ كبير جدا. طيب في نقطة مهمة جدا، هم عندهم باك الشمال اسمه ساليو ساسيه، من لعيبة سرعة جدا ولعيب كويس جدا، وصلاح بيلعب عليه يعني، صلاح هو اللي بيلعب وينج رايت. هل الراجل يلعب بلاعب ارتكاز ناحية محمد صلاح زي مثلا ما بيلعب النني وحمدي فتحي وسولية، ولا ممكن يحط لاعب زي مثلا زيزو زيزو زي قفشة فاهمني في نص الملعب عشان يعوض الحتة دي لو صلاح لا قدر الله ما رجعش هو مع الباك الشمال؟ مش هيرجع، وهو التاني مش هيعمل الواجب الهجومي زي ما انت متخيل، بالذات في استاد القاهرة. في استاد القاهرة الباك ليفت بتاعهم ده مش هيقدر يعمل الواجب الهجومي بتاعه زي ما احنا متخيلين او زي ما حضرتك متخيل، لان هيبقى واقف صلاح، هيبقى واقف صحيح. محمد صلاح. لو هو هيبقى بيعمل الناحيه الهجوميه بتاعته دي يبقى لازم الاعب حد يساعد الباك رايت اللي موجود بتاعنا. انا قصدي كده. لازم، لان هيبقى جاي، هيبقى 3 على 1 او 2 على 1 دايما هيبقى في الحاله هو زي يلعب دي. بالثلاثة ارتكاز يا كابتن زي ما متعود، ولا يحط لاعب زي قفشة او يحط لاعب زي زيزو في نص الملعب؟ وجهة نظرك. وجهه نظري يتلعب ايه يعني، زيزو لازم يتحط في ماتش زي ده، انا شايف كده، مع فتحي والسولية او فتحي والنني يعني. وهو الراجل طبعا واضح ان هو في الثلاثه اللي قدامه، النني مع فتحي مع عمرو السولية، وممكن اليوم بالكلام دوت ممكن عمرو السولية، ان هو بيلعب ان النني هيبقى هو الارتكاز اللي في النص على يمينه، السولية وعلى شماله حمدي فتحي. دي وجهة نظرك انت. انما لو هو ممكن يعني ممكن يبقى معاه تغييرات كويسه، هو معاه دكه كويسه على فكره، الراجل عامل دكه كويسه جدا، ودي حاجه كويسه يعني، طول ما انت عندك دكه قويه بره دي بتدي. صلاح المباراة الأخيرة يا كابتن في إنجلترا الدوري الإنجليزي اتغير برغم إن هو كان راجع من إصابة وخرج، قال لك مستر يورجن كلوب قال إن هو شعر ببعض الآلام بعد المباراة. هل ده ممكن يؤثر على محمد صلاح بكرة فيه أو النهاردة بقى فيه أداؤه، ولا أنت شايف إن هو بدنيا جاهز بشكل كبير جدا من خلال مشاهدتك لمباراته الأخيرة مع ليفربول؟ أنا الإصابة دي متهيألي ما خلاص يعني، الإصابة دي بقى لها أكتر من بس أسبوع. هو قال ان هو اشتكى ببعض الالام بعد المباراه، عشان كده وبرضو ده كان هو ما اتمرنش امبارح محمد صلاح؟ هو مرة. اتمرن تدريبات تاهيليه على حد علمي فاهمني، وبعدين انضم للفريق بعد كده، بس هو الاول خاض بعض التدريبات العلاجيه قبل التمرين. بص يا كابتن، الحالة اللي فيها لعيبة مصر دلوقتي بتقول إن الولاد عايزين يردوا اعتبارهم، وعايزين زي ما قلت يعملوا صحيح. تاريخ. وصلاح متهيألي لو هو هيبقى عنده شوية حاجات بسيطة يعني هيجي على نفسه عشان مصر. طيب لو رحنا للتشكيلة كابتن خواجه من خلال رؤيتك الفنية انت، وبعدين نعرف وجهة نظرك في وجهة نظر مستر كيروش، انت لو انت المدير الفني تشتغل ازاي بكره 4 3 3 ومين الثلاثة في نص الملعب؟ 4 2 3 1 مين برضو الثلاثة ومين الاثنين حسب وجهة نظرك انت، وبعدين نخش بعد كده ان كيروش بيعمل ايه؟ هو مش هيتخلى عن 4 أو 3 وجهة 3. نظرك انت الاول يا كابتن. ما وجهة نظري انا ان هو 4 3 3، مين بقى؟ الثلاثه اللي في نص الملعب اللي بيلعبوا اللي هو عيبه النني وحمدي فتحي والسوليه، قصدك والسوليه، ثلاثه فندر. الثلاثه فين ده مش بيؤثر على الناحيه الهجوميه يا كابتن شويه وانت عايز تكسب المباراه؟ ما انت النهارده عندك ممكن هيجي لك عمر السوليه من تحت بيكمل مع الثلاثه اللي قدام، وممكن يبقى النني تحتيهم.
فانت النهارده هتبقى بتهاجم بستة سبعة وبتدافع بستة سبعة. ما هو ده اللي انا بقوله، بقول ايه يا كابتن خواجه؟ هو لو لعب بيه سي مثلا حمدي فتحي نمر 6، النني 8 والثلاثي 8، لازم يبقى له ادوار هجوميه. طبعا زي ما شفنا في لقاء مينا طارق السودان اعتقد. لما اللي نزل كان زيزو. فيه فكان فيه النني والثلاثي على طول بيخشوا ال 18، فلازم يحصل هذا الكلام. ما لازم يكملوا طبعا. ما هو انت النهارده هو بيلعب بالطريقه دي ليه؟ عشان فيها هجوميا بيبقى الهجوم فيها اكتر من الطريقه الثانيه. صحيح. فهيعتمد على ان الناس لازم اللي تيجي اللي في نص الملعب بيجوا من الخلف دول لازم يبقوا ليهم دور طبعا. مع الثبات بتاع حمدي فتحي في نص الملعب متواجد على طول تحت، يعني بيبقى راس مثلث مع النني ومع السوليه. صحيح. مع طبعا صلاح، مع مصطفى محمد، مع مرموش. مش عارف برضو مرموش يعني ممكن يبقى مرموش ولا تريزيجيه يا كابتن؟ انت شايف مين اللي اجهز دلوقتي او مين الافضل دلوقتي؟ يعني تريزيجيه كان في كاس الامم كان لسه راجع من حوالي 80 يوم اصابه، وبعدين دخل وبعدين ما شاء الله بيأدي بشكل جيد دلوقتي في هو مرموش بدابل مرموش. يعني انت هتبدا بمرموش مش تريزيجيه. تريزيجيه خليه معاه ورقه رابحه برضه، بس يعني يتغير اذا كان هو او زيزو لازم يتغيروا يعني، يعني لو هيقعدوا بره لازم يتغيروا بدري، انه ساعات بيتاخر ساعات عليهم. يعني لو الاثنين دول موجودين بره دول ورقه رابحه عنده.